خوت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنديروا واحد التويشية زوينة، ماشي اشتقاق. اشتقاق كاين اللي كيخلع شي وحدين، كاين اللي ما كيعرفش ليه، كاين اللي كيلقى فيه الصعوبة، كاين اللي كيدعقوا لي دي فورمي ديال الاشتقاق، كيجيو كتار ما كيتحفظهم، واخا كيحفظهم ما كيعرفش يطبقهم. اليوم إن شاء الله لقيت لكم الحل اللي هو بسيط، ماشي شي حاجة. المهم لقيت لكم الحل بزاف ديال لي فونكسيون، يعني دي فونكسيون تقدر تشتقهم غير بفورمير وحده، ما تحتاجش تحفظ شي وحدين اخرين. وان شاء الله من هاد الطريقه ان شاء الله غتعلم بزاف ديال الحوايج. كيف تشوفوا هنا كاتب لنا فورمير وحده هي ديال اف را بوسونس ان، الا شتقيناها كتعطينا ان كتضرب في اف بريم وكتضرب في اف را بوسونس ان موان زان. انتوما كتقدروا كاع ديروها، اللي كيعرف شو الاشتقاق راه كاين اللي كيقدر يديرهم وما كيعيقش راه انه دارها. المهم نبداو اول حاجه، مثلا عندنا نبداو بشي وشي راه غتبان لنا القضيه. المهم مثلا في الاول عندنا واحد ا ابارتون ار عدد كما كان نوعه، الا شتقيناه معروف هذه كتعطي زيرو. المهم هذه هي ديال اف بريمات، ياك انا ما بغيتش ندير اف ديال اكس حيت تقدر تكون الداله ديال شي حاجه اخرى. المهم نقدروا نديروا ديال اف ديال اكس ماشي مشكل، الفاريابل هو اكس. المهم الاشتقاق ديال اكس هو واحد، حنا غنعرفو منين جا، ضروري خصنا نعرفو حتى واحد منين جا. اشتقاق ديال جوج اكس ديال اكس على بوسونس كاري، اكس كاري هي جوج اكس. دابا نجيو لاكس على بوسونس ان، كاين اللي ما كيعرفش ليها، ولكن هذه هي اللي بتخرج لنا الاخرين، يعني راه هي بحال دابا عندي انا الداله اف راه هي اكس. اش غنطبق؟ نطبق قاعده. اش كتقول لي؟ كتقول لي شد الاس طيحها. هاو هذا هو الاشتقاق، اس عندي هو جوج، الا طيحنا غادي تعطيني هنا جوج، وكندير الداله اللي عندي في بريم. ولا اشتقيت اكس اش كيعطيني؟ كيعطيني واحد. انا الاشتقاق ديال اكس هو واحد، هاي وغنشد اكس اس اثنان ونقص منه واحد، هذا هي الاشتقاق ديال اثنان اكس اللي هي شحال. احنا ما خدامين على ديال اثنان اكس دابا، هاي هي هادي هي جوج اكس. دابا نجيو ديال اكس على بوسونس ان، اكس على بوسونس ان غادي تاهي نفس الطريقة، عندي اكس عندي جوج غادي ان غادي نطيحها، غادي اكس بريم غادي ندير اكس بوسونس ان موان زان. هادشي اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا ان فوا واحد اشتقاق ديال سميتو فوا ديال اكس فوا اكس على بوسونس ان موان زان. المهم هادي تقدر تكون واضحة ليكم، وضوح الشمس. المهم نجيو مثلا عندي واحد على اكس وندير لها اشتقاق، كاين اللي كيوحل كيقول كيفاش هاد الاشتقاق ديال واحد على اكس واه قاصحة قاصحة والو اخويا، راه انت الا شتقيتي جوج، الا شتقيتي اكس اس اثنان، ولا شتقيتي اكس اس بيسونس ضربة، ولا شتقيتي اكس على بيسونس كات، راه غتشتقهم كاملين ان شاء الله. ولا كانت مثلا عندي اكس مثلا على بيسونس خمسة هنا، ولا ستة، ولا سبعة، ولا ان، تا هي ساهلة، تا هي لقيت لكم الحل. العدد قلنا له العدد ملي كيكون مكتوب عندك لتحت حاول انت ديما تطلع الفوق. كيفاش؟ عندي هنا واحد على اكس كتكافئ ليا راه هي اكس ناقص واحد، دابا راه غيبان لك الاشتقاق ديالها. انا بنشتقها شنو هي؟ قلنا الاس شنو هو؟ الداله اللي عندي اف هي اكس، والاس شنو هو؟ هو موان زان. انا طيحته اشتقاق ديال اكس بريم في اكس على بويسونس موان زان، ونقص منه عاود تاني واحد. شحال بتعطيني؟ بتعطيني هي ناقص واحد في اكس ناقص اثنان، اكس ناقص اثنان اللي بنهبطها لتحت هاد اس ناقص اثنان كندير لها هي ناقص واحد على اكس اس اثنان، اكس ناقص اثنان. افترض هادي عاوتاني بنعاود نشتقها، نعاود نشتق انا هادي عاوتاني، بنشتق انا ناقص واحد على اكس ناقص على اكس كل اس، هادي بنشتقها عاوتاني. اش غندير؟ هي سهلة، هي شناهي؟ هي اكس اثنان. أيا بنت شتو واضحة ما فاتت شي حاجة، عفوا هنا غلطت، هنا غلطت، هنا هنا راه ملي كتهبطو كتبدل الإشارة، يعني هنا يدي ناقص جوج. شنو غندير عاوتاني؟ بندير لها دي بريم، قلنا هاد ناقص واحد كونستون تخرجو على برا تهنا منو نتا كاع، افتح واحد القوس نهبطو الأس هو ناقص جوج، وعندي الدالة إكس هي إف بريم هي هادي. وغنجي عاوتاني وغنشوف هاد، غنشوف هاد اكس ناقص اثنان نحطها كما هي ونقص منها واحد. شحال بتعطيني؟ بتعطيني ناقص ثلاثة، هي ناقص
ناقص ناقص في ناقص هي اثنان، يعني اثنان اشتقاق ديال اكس هو واحد، هنا غتبقى عندي اكس ناقص بوسونس طرو اللي هي جوج على اكس على بوسونس طرو. المهم وضحت لكم القضية، ماشي صعيبة ولا شي حاجة، يعني دابا ولا داكشي ساهل ساهل، يعني روح شوية للخدمة وراه يبان لك. المهم هادي ديال هذا بالنسبة لك، كان عندي اكس على بوسونس ان، راه دير لي نفس القضية بحال بالديريفيت. لو كانت عندك واحد على اكس على بوسونس ان، الترد هي اكس على بوسونس موان زين ان، ولا دير لها اشتقاق تا هي، راه نفس الطريقة نفس الطريقة نفس الطريقة. المهم غادي نخدموها اللي هي شنو هي، عندي ناقص ان، هنا غندير ناقص ان نحطو، وغندير اكس بريم، وغندير هنا اكس ناقص ان ناقص واحد اللي هي ناقص ان على اكس ان ناقص واحد، راه هي هادي، ده هو الاشتقاق ديالها. ممكن انا كتعوض هنايا مثلا، عندي اكس عندي اكس هو واحد، غادي تعوض غادي تخرج لك، عوضتي عاوتاني بجوج غادي تخرج لك هادي، عوضتي بثلاثة غتخرج لك هادي، عوضتي كيما بتعوض راه غادي تخرج لك. المهم عوض غير ان بالقيمة اللي بغيتي الاشتقاق ديالها وتخرج لك هادي، هادي راه الميثود زوينة هادي. المهم نجيو لدابا مثلا، عندي غا السين ديال اكس، كاين بزاف ديال التلاميذ كيوجدو صعوبة في غا السين ديال اكس. المهم راه ماشي تا هو شي حاجة، غا السين ديال اكس اشناهو هو، اكس على بوسونس ان دومي، دي الكتابة المشهورة ديال غا السين، تا هو نفس القضية اللي ندير ليها الاشتقاق ديالها، شناهو بريم كندير ليه اشتقاق، يعني راه ساهل، كندير ليه هي واحد على جوج، كنا كنحطو الأس، كنديرو الدالة اللي عندي، كندير ليها بريم، كندير إكس على بوسونس أن دومي، وكنقص منو واحد، عندي هي واحد على جوج، عندي إكس على بوسونس أن دومي، نقص منو واحد، شحال يعطيني، عندو ما يعطيني دغيا، داكشي راه هي إكس ناقص واحد، ماشي شي حاجة صعيبة. وهذه عاوتاني غنحاول نهبطها لتحت، اش بتعطيني بتعطيني هي واحد على جوج اكس على بوسونس ان دومي، اكس على بوسونس ان دومي راه هي الغاسين، يعني هي واحد على جوج غاسين ديال اكس. مثلا نفترض انني عندي غاسين ديال ان هنا، يعني هي اكس على بوسونس مثلا كان 3 كان 5 كان 6، اكس على بوسونس واحد على ان، ندير لها اشتقاق هادي، اش غندير لها عاوتاني، ساهلة ساهلة، غنحط واحد على ان، غندير اكس بريم، وغندير هنايا اكس على بوسونس ان سوغ ان، ونقص منو واحد، وغادي تخرج دابا مزيان، واضحة غادي تخرج وضوح الشمس، هي واحد على ان اكس على بوسونس ان موان ان سوغ ان، ولا بنهبط هادي لتحت راه غنهبطها ماشي مشكل، وغادي تخرج ليا القضية راه غادي تخرج واضحة ماشي تا حاجة، ولا تخليها بحال هكا وهي اكس موان زان اللي هي واحد بحال. المهم هذه هي الطريقه اللي كاينه. المهم بنوريكم غير واحد القضيه وحده، انا ما كانش عندك، حنا خدمنا دابا غير بسميت، خدمنا غير باكس، عندنا الامكانيه عاوتاني نقدروا نخدموا بحوايج اخرى، نقدروا نخدموا بداله اخرى. ممكن انا كتختار مثلا واحد على الين اكس، ندير لها هذه هي الاشتقاق، كي غندير ليها سهله، هذه هي الين اكس على بوسونس موان ز، شوفوا معايا معايا البال هنا شويه مزيان، راه ماشي شي حاجه قاصحه، راه عندك الداله دابا اللي بتشتق هي الين اكس، راه هي دابا الداله اللي عندك اف راه هي الين اكس ماشي هي اكس، انا يعني غتاخد غتاخد بعدا قلنا القاعده اللي غتحط هي هي، وغنشد الداله اللي عندي هي الين اكس وغندير لها بريم، وغنشد الين اكس وناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج، والين اكس الاشتقاق ديالو هي ناقص واحد على اكس. انا لما كنتوش عارف الاشتقاق ديال الين راه غنديرو ان شاء الله، مثلا عندي الين ديال الغاسين ديال اكس، الين ديال سميتو داكشي، ان شاء الله غنديرو الين ديال واحد الداله في الوسط، تقدر تكون اكس تقدر ما تكونش. المهم دابا تعطينا هي الين ديال اكس كل استثناء ناقص اثنان اللي هي ناقص واحد على اكس الين دو اكس توكر، يعني راه باينه سامبل صافي. المهم هادشي اللي كاين، وما الخوت بلا ما ننسى، وبلا ما تنساو نتوما ديروا واحد ابوني واشتراك لصحابكم، ولا بغيتي صحابكم نتوما يتعلموا ولا شي حاجه، المهم بارطاجيو مع صحابكم، اشترك في القناه ودير جيم لعجبك الفيديو، عندك شي مشكل عندك شي حاجه دير كومونتير رانا نجاوبك ان شاء الله، والله يسر لكم ان شاء الله، والله يجيب لكم التيسير، والله يوفق وساعه سعيده.